شنو هي لاكريلاميد؟ تنسمعوا عليها كثير في الصحافه في التلفازه، لكن لحد الان ما عارفينهاش شنو هي اكزاكتومون علميا. شنو هي لاكريلاميد؟ الوغ لاكريلاميد هي، نبداو من الاول ولا من الاخر؟ لا من الاول باش نتبعوا معك. الوغ هي ماده مسرطنه، هذه النقطه الاولى. دونك منظمه الصحه العالميه الان تتاكد بانها هي ماده مسرطنه. هي ماده ما كايناش في الاغذيه بشكل طبيعي. هي ماده تتكون في الاغذيه. كذاك دونك ماشي ماده كيميائيه اللي تنزيدوها، هي بوحدها تتكون. هي تتكون في الاغذيه. الوغ ملي تيكون عندنا يا اما النشويات او لما تيكون عندنا بعض الانواع ديال البروتينات. دونك فهمتي، واش هي اللي تتكون في المقليات مع النشويات؟ الوغ ماشي ضروري يكون القلي في الزيت، ولكن تنفو 320 درجة. تتكون كاين لا رياكسيون دو مايار اللي معروفة في الجانب الكيميائي. دونك يقدر يكون في الفران مثلا، ولكن تكرميلة اللي عزيز علينا. تكرميلة اكزاكتومون. هكذاك. دونك ملي تتكون مثلا اللحم في الفران تيقدر يولي كاربونيزي. دونك أولا لو غراتان فاش تي أولا لو غراتان تيتحمر بلا قياس. أولا حتى البطاطا ملي غنديروها مثلا وغاتكربوني غادي تولي ديك لا كولور ديالها قهوي فونسي. تولي ديك لو كودغا بغينا نقولوا بحال هكا، هذاك قهوي فونسي افيكتيفمون. فهذيك هي المادة ديال لاكريلاميد. دونك هذه المادة ديال لاكريلاميد الآن يعني مثبوت علميا أنها مادة مسرطنة. الوغ باش نبسطو علاقة مباشرة ما تناقشوهاش، ياك ما يمكنناش نناقشو واش الشمس في النهار ولا بالليل. غراتان هذاك الفروماج اللي تيتحمر الفوق، البيتزا. هذه النقطة اللي بغيت نشير لها. الوغ حنا هضرنا ملي تيكونوا البروتينات أولا النشويات تتكون هذيك المادة المسرطنة. الوغ ماشي أنا خديت مثلا اليوم شي حاجة مثلا طريف ديال اللحم دخلته الفران وتكرمل وغناخذو راه غدا غيجيني سرطان. لا، هي على حسب الكمية اللي دخلتها للجسم ديالي في واحد المدة معينة. يعني مثلا إلا تناخد هاد المسألة هادي تنديرها مرة مرة ماشي مشكل، ما غيكونش عندي مشكل. ولكن ملي تيولي عندي يوميا، يا إما تناخد البطاطا بهذاك الشكل، يا إما تناخد اللحم بهذاك الشكل، يا إما تناخد أمور أخرى بهذاك الشكل، يقدر هي الخبز، لأن حتى الخبز ملي تنسخنوه بعض الاحيان كاين اللي تيفوت القياس وهذيك اللي تيتحرق وتنكرطو. سي با بون، سي با بون، لان تنكرطو هذيك الكحوليه ولكن بقى لداخل هذيك هو باقي راه محروق. خاص يتحيد الطرف اللي محروق كامل، دونك خاصو يتحيد كامل. فنسخنوا الخبز ماشي مشكل، ولكن ماشي لدرجه ديال اننا يعني غادي نحرقوه او غيتكون هذيك الماده اللي تتكون ابتداء من 120 درجه. واخا قلتي تكلمتي على النشويات ولا بروتينات حيوانيه؟ نباتيه. نباتيه؟ نعم، نباتيه ولا حيوانيه بحال بحال. دونك الفخوماج فاش تيتكرمل هو راه هو مسيطر. اون فوا تيكون عندنا اناسيد اميني، يعني حمض اميني. والحمض اميني كاين في البروتينات النباتيه وفي البروتينات الحيوانيه. داكو. بالنسبه لك انت يفو ايفيتي. يفو ايفيتي لان حيت انا نعطيك مثال، ماشي مثلا حتى اللوز مثلا، اللوز غادي ندخلوه للفران واخا ما غاديش نقليوه، ولكن ملي غيبقى ماشي غير حيت الا كان غير غادي يسخن بالزربه ونحيدوه ماشي مشكل، ولكن فاش يتحمر بلا قياس بزاف وتنفوتو 120 درجه اولا تنديروه في المقله وتنخليوه بمده طويله وغيفوتنا 120 درجه، فانا تتكون هذه الماده ديال لاكريلاميد تتولي ماده. عرفتي سي نبيل عياشي، دابا انت تتكلم وانا تنفكر في لاكريم بغولي اللي حنا اساسا تنحرقوها، تناخذ داك الشالومو. ماشي 120 لا كريم بغولي حيت تكون المده قصيره. دغيا دغيا هي الحقيقه، ولكن كنت تعطينا داك اللون بران تخي بران. ماشي المشكل، ماشي في اللون. لا المشكل ماشي في اللون. داكوغ. بحال دابا نعطيك مثال، لي شيبس مثلا. لي شيبس ما فيهمش هذاك لا كولور برون. فيهم لاكريلاميد. فيهم لاكريلاميد، عامرين بلاكريلاميد. دونك لي فخيت. دونك اللون ماشي معيار. ماشي معيار. دونك لي فخيت مثلا نقدر ندير لي فخيت وما يكونش فيهم هذاك لا كولور. ولكن غادي يعطيني عامره بلاكريلاميد. علاش؟ لان اون فوا جو ديباس 120 دوغري سيليسيوز، دونك كاين اون ترانسفورماسيون اللي تتوقع داخل لاليمون اللي تعطيني التكوين ديال هذيك الماده. ماشي ضروري ان يكون هذاك اللون، يقدر ما يكونش، ولكن وتكون عندي هذيك الماده اللي هي لاكريلاميد. دونك كل ما هي مقليات في الزيت هذه مساله لا تناقش. نعم يحتوي على لاكريلاميد. الشباكيه تحتوي على لاكريلاميد. واو واو واو. دونك هنا فين كاين المشكل. الوغ انا باش بغيت نتاكد حنا نوجدوا الشباكيه عندنا قرب مزيان، ماشي مشكل. ما انا شوف انا كل ما هي حالات خاصه ما عنديش فيها مشكل. غنتناول الشباكيه مثلا رمضان كاين مره في العام، ولكن راه المشكل اللي غادي تعني هو داك الفريد اللي تنتناكل يوميا. هو داك الشيبس اللي تنتناخذ جوج ثلاثه مرات. شنو هي جوستومون شنو هي لا دوز ا نو با ديباسي؟
ما عرفتش دابا انا حيت خلعتيني انا ما نبغيش دابا نعطي لولادي لا كيلاميد بطبيعه الحال ما خصكش لان لا بديت نعطيها لهم ابارتيغ دو 3 ان 4 ان من هنا ل 20 عام راه غادي يديروا واحد الخزان ديال لا كيلاميد ولا متفق معايا ولا لا؟ الوغ نعطيك مثال دابا حيت ملي تنهضروا على لا دوز ما يمكنش للمستهلك انه يبدا يحسب لان فلا دوز توليغي اللي تنقولوا هي 0.001 0.001 هذه توليغي هذه اللي نقدروا ناكلوها ميليغرام par kilogramme de poids et par jour. Ah, par kilogramme de poids, il ne fait que... Alors, Natek Mitchell, on a l'un, je suis en train de nous dire, on a la population mondiale, 0,004. De l'acrylamide. De l'acrylamide par kilogramme et par jour. Il est en train de nous dire, on a fois 4. Donc, c'est pas bon. Par jour, bien sûr que c'est très dangereux. Non, dès que je suis en train de fois 4, il y a un régime qui le cancer de 40 ans, tu vas l'accélérer au régime de basse sa دونك هنا فين كاين المشكل دونك ان الاستهلاك ديالنا ديال هاد المواد ديال هاد الماده هادي بكميه اللي هي كبيره بزاف الاستهلاك ديالها اشنو تيعطي نعطيك انا باش ناخذ مثلا الفريت مثلا فيهم 334 ميكروغرام في كيلوغرام ديال الفريت دونك ميكروغرام باش ندوزو الميليغرام ولكن المشكل ملي تيولي اليوم وغدا وبعدو 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 تيولي عندنا دابا تتضح لنا الصوره شي شويه فاش هضرتي على ارقام بدات تتضح لنا الصوره يعني الامر ديال لا دوز هو اللي مهم بزاف مهم بزاف ولكن باش نوصلوا لهذيك لا دوز خاص فريمون ناكلوا بزاف ديال المقليات والحوايج اللي محمره ياك علاش انا تنقول بان دائما ناخذوا مثلا تبصيل ديال الفريت في الشهر ما عندناش مشكل ناخذوا شباكيه في رمضان انا ما عنديش مشكل وحده في النهار ما غناخذش كيلو لان هذا المشكل ديال لاكريلاميد دابا حنا هضرنا بالنسبه للمشكل ديال السرطان ولكن كاين هناك كذلك امور اخرى اللي هي عندها علاقه بالجهاز العصبي ديال الانسان يعني هذا لاكريلاميد تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي وانا اكيد انا مأكد ان غتظهر امراض اخرى من بعد اللي عندها علاقه بهذه الماده ديال لاكريلاميد لان المصيبه الكبرى اللي كاينه الان في الجانب الغذائي هو هذا المشكل هذا لان اصبحنا كل شيء تيطيب بواحد الشكل اللي هو غير طبيعي وغير جيد ها البانيه ها الشاورما ها الفريك نرجعوا للطاجين ديال بابا شحال هي يا با ميو يا با ميو والتناول ديال هذه الماده ديال لاكريلاميد هو مشكل ماشي غير في المغرب يعني مشكل اللي هو عالمي اللي الكل الان تيهضر عليه منظمه الصحه العالميه كذلك تتهضر عليه ولكن اللي تيضرني سيكو انا دائما تنقولها هما يهضروا عليه ما عنديش مشكل لان هما داخل ربما في العادات الغذائيه ديالهم المقليات في الزيت حنا المقليات في الزيت ما داخلينش في العادات الغذائيه ديالنا شويه كمان هضرتي قبيل على السفنج نعم هضرتي على السفنج شوف السفنج كنا تنقليو السردين بزاف الحوت تقريبا دائما واش السفنج تناكلو يوميا لا 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 شهيوه تتبقى شهيوه تاخذو مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم غتاخذو ديك السفنجه لا تفكرتي انا ما عنديش مشكل ولكن راه ملي تيولي يوميا تخيل راه حيت لي بيسكوي ولا ما كليتيش السفنج اليوم غدا تاكل الحوت مقلي راه كاين دي بيسكوي فيهم لاكريلاميد كيف نعم لاكريلاميد راه كاينه في البيسكوي دونك هنا بيان سور ما غايشيروش ليها في ظهر ديال لا بواط ما تيشيل لك المكونات هي ما داخلاش في الخانه المكونات هي تتكون انا راه ما تدافعش على الاندستريال ولكن راه هذه هي الامور اللي كاينه الصانع تيدير لك المكونات اللي كاينه في المنتوج ما يمكنش يبقى يكتب هو امور راه خاص حنا كمستهلكين نردوا البال ونقصيو ونقلبوا يعني هذه الماده ديال الكريلاميد تخيل معايا دري واخد ثلاثه ديال البيسكوي في النهار سا سي مينيموم واحد في الفطور واحد مع العشره واحد مع الاربعه هادشي الا ما خداش واحد اخر مع ربعه العشيه ولا مع خمسه العشيه مغدي بالفريت ومعشي بالبانيني بيتزا ولا بيتزا محمره يعني مزيان هنا اشنو فين تنوليو؟ تنوليو في ان تندخلو بكميات كبيره ديال هاد الماده ديال الكريلاميد يعني تيولي هذاك النظام الغذائي مسرطن اللي تندخلو الجسم ديالنا وهذا ماشي غير مشكل سرطانات راه كاين مشاكل اللي عندها علاقه بالالزايمر الان مشكل الباركنسون مشكل ديال يعني الان كاين هناك دراسات باقي حتى شي حاجه ما كونفيرمي ولكن المشكل ديال الاوتيزم علاقته بالجانب الغذائي عند المراه ملي تتكون اصلا هي حامله فهناك مجموعه دراسات فيما يخص هذا ماشي حنا ملي تنهضروا مثلا ملي تنقولوا بان الابتعاد عن هذه الانواع ديال الاغذيه راه ماشي فقط تنقولوها غير هكاك حيت رشقات لينا وانا ما تنقولش الناس يحيدوا انا ما تنهضرش على سوبريمي انا تنقول لهم غير انهم يقننوا تنهضروا على ليميتي ليميتي علاش؟ لان الا قلنا نحيدوا نهائيا نكونوا تنكذبوا على روسنا وتنكذبوا على الناس وتنكذبوا على وليداتنا وتنكذبوا على المجتمع ما يمكنش ولكن غير يكون داك الشيء مثلا الدري غندير له تبصيد الفريت مره في 15 يوم راه ما عنديش مشكل الا غنتناول هضرتي قبيله على الحوت مقلي الا غندير ثلاثه المرات الحوت في السيمانه مره واحده غنديرو مقلي
راه ما عنديش مشكله سميه ولكن راه كاين القلي فيه وفيه يعني ما غاديش نغطسوا في هذيك الزيت راه البندويل كاين اللي تياخذ الحوت مره في السيمانه وتياكلوا مقلي مره هنا في كاين المشكل الوغ هنا سي تان بروبليم دونك خاص يكون هناك توازن خاص يكون هناك يعني ان اكيليبر ما بين الامور اللي تندخلها سلبيه والامور اللي تندخلها ايجابيه ملي تنولي عايش في واحد لو بان ماشي لو بان دويل ولكن لو بان نيجاتيف هنا بطبيعه الحال انني خصني ننتظر وهنا المشكل ان الاباء تيربيو الرغبه ديال الابناء ديالهم فيما يخص جميع الاغذيه انا عطيت هنا عطيت هنا غير ثلاثه ولا اربعه الامثله عطيت غير بطاطيس مقليه في زيت الشيبس مثلا لي بيسكوي مثلا اللي هما فيهم هذه الماده ديال الاكريلاميد واللي الان يعني ممكن الساده المستمعين يكتبوها في جوجل يكتبوا اكريلاميد وغادي يدخلوا غادي يشوفوا يعني شحال ديال الدراسات تهضر عليها لدرجه ان حتى منظمه الصحه العالميه تتعرف تقول لك بان تعتبر ماده مسرطنه لهذا من الافضل اننا نبتعدوا عليها ما امكن نديرو خير في روسنا يعني باش نحيدوها ما غاديش يمكن ولكن على الاقل نبتعدوا عليها لان شحال ما ابتعدنا عليها شحال ما غادي نبتعدوا على مسببات السرطان لان أكيد. المشكل الان ما بقاش في اصابه بالسرطان المشكل الان بقات في اصابه بالسرطان ولا بامراض اخرى في واحد السن اللي هو متقدم في سن ديال 20 سنه في سن ديال 30 سنه ربما كان سرطان تيبان في سن 50 سنه 60 سنه 70 سنه الان اصبح تيظهر في سن 20 سنه 30 سنه للاسف وما بقاش تيبان سرطان في عضو واحد الان ولا تيبان سرطان في عضوين ولا ثلاث اعضاء هادشي لا لقيناه في الوقت المناسب ماشي لا دارت لا دار ميتاستاز هنا خاص الاباء يفهموا هذه المساله هذه ان النظام الغذائي راه ما كاينش حنا ما تنقولوش اننا نمنعوا لا راه الا كانت مكتبه شي حاجه راه مكتبه ولكن قللوا من خطر الاصابه باتباعنا الواحد ولا بابتعادنا على بحال هذه المواد هذه اللي هي مواد خطيره واللي اصبحت منتشره في البيوت ديالنا كاملين وسي نبيل ياشي شكرا لك لانك جبتي هذه النقطه ديال اللي مكتبه راه مكتبه لان بزاف الناس يعولوا عليها تيقول لك لا مكتبه ليا شي حاجه راه غادي تجيني لا ناكل اللي بغيت دونك هذه العقليه حنا بغينا نبدلوها لان دير اللي عليك واللي مكتبه غادي تكون مكتبه ان شاء الله تعطي دائما المثال راه ماشي حين داخل نصلي غنخلي الطوموبيل محلوله راه في الدين الى ما عندكش الامان باش تخلي الدابه ديالك ولا الطوموبيل ديالك في امان تقول ما تصليش سير تدخل دارك وصلي فما بالك الجسم ديالك وما بالك الصحه ديالك وما بالك البدن ديالك واضح شكرا لك سي نبيل عياش على كل هالتوضيحات فيما يخص ماده لاكريلاميد وذكر انها ماده تبتات الدراسات ومنظمه الصحه العالميه انها ماده مسرطنه وان علاقتها مع التغذيه او علاقه السرطان مع التغذيه علاقه سببيه مباشره فردوا بالنا اسمح لي سميره يمكن الناس يكتبوها يعني انا غادي ننطقها باش الناس يبغوا يقلبوا عليها ف ا سي ار اي ال ا ام اي دي او ا سي ار اي ال ا ام اي دي او نكتبوها وردوا لنا الخبر